وأنا ماشي في الشوارع سرحان، لمحت بعيني من بعيد وردة حمراء مرمية على الطريق. وقفت جنبها محتار، 100 سيناريو وألف حوار، ايه اللي حصل وايه اللي كان؟ عاشق والهان سمع كلام قلبه، راح يعترف لها بحبه، بس الرد كان غير المعتاد، بحبك بس احنا اخوات. خبى في عينيه دموعه ورمى على الورده همومه، مشي خطوتين ورماها ورمى معاها همه، علق عليها مشاكله، ما هو لو ما كانش اشتراها ما كانتش دي بقت حالته. واحد شافها واتسحر بجمالها، قرر يقطفها وتبقى بتاعته، ولما خدها دبلت فرماها وقال ما قدرتش احميها، بس انا كده كده كنت هرميها. طب لو كانت دنيه كان ليه من الاول تقطفها؟ ده انت لو كنت تشوفها مرميه وعضها ضعيف تبلان، قلبك الحجر كان لان، او حتى كنت تسيبها ربك يرزقها. ورده كانت رايحه لاعتذار ما تقبلش، ورده وقعت من بوكيه ورد فما كملش، بس الاكيد ان مكانها مش هنا، واصليه زيها زينا بيبان عليها التعب والجراح. فلو كان ده مكانها ما كانتش دبلت، ولا كان جمالها راح. وقبل ما امشي بصيت حواليا، لقيت 1000 وردة مرمية، يا ترى مين الغدار اللي خلى لكل وردة 100 سيناريو 1000 حوار؟